كابتن علاء، نتيجة منطقية بالنسبة لأحداث المباراة ولا عندك منطقية؟ منطقية لأحداث المباراة، بس يعني في حاجات كانت ممكن تحصل، كنت ممكن تكسب المباراة بعد الجول. بعد الجول ما هو لك حاجة، أولا المباراة طول المباراة ما فيش حد يعني أحسن من حد. كانت المباراة بتروح شوية للزمالك شوية الأهلي، ده بيسيطر شوية ده بيسيطر شوية، الفرص مش كتير قوي، لكن اللي يحسب للاعيبه النادي الاهلي او يمكن مستر موسيماني قال بين الشوطين ازاي تستغل الدفاع المتقدم اللي عمله الزمالك. بس عايزه واحد زي صلاح محسن اللي هو لما بتقطع ما تقطعش على الجنب، تقطع بتقطع في القلب، اتعمل حلو قوي. بس الكلام ده كله اتعمل الشوط الاول، لكن كان في حاجه بتحصل في الشوط الاول مش مظبوطه، دايما الباص متاخره يا اما الراجل يا كابتن مثلا ده استحواذ من عندنا ماشي، بس استحواذ بس بيقابله ايه يا ايمن؟ تمركز دفاع من لعيبه الزمالك وكويس ماشي، يعني عامل ستاره كويسه جدا صح. نص الملعب نص الملعب كويس قوي. لو بسرعه مباراه سابقه كان المنظر ده، بس تلاقي لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب كلها فاضيه مظبوط. هنا معمول ستاره كويسه زحمه بس الى حد كبير، كل واحد قريب لواحد، حتى لما اللي هناك ده بيستلم اذا كان طاهر ده هتلاقي الراجل نزل معاه اللي هو ناحيه شمال فتوح كويس. فدي ده الالتزام بتاع لعيبه الزمالك صح. انا في كره طلبتها في الدقيقه تقريبا 60 و20 ثانيه، الكره ضربه كره مع الشناوي، لعيبه الزمالك بتقابل لعيبه الاهلي من جوه الصندوق من جوه مظبوط صح كابتن مظبوط. فده ده كلام مدربين. الكلام المدربين اللي حصل ان التمريره بتاع عمرو السوليه لصلاح محسن حتى لو كان لعيبه محمد شريف زي كابتن شريف بيقول اتعملت في التايمنج الصح. ايوه انت بتلعب دفاع متقدم ماشي كويس قوي، مش محتاج حاجه من الاثنين، يا واحد من واحد من على الطرف بيقطع جوه، يا اما واحد جاي للدفاع من خلف الامام اللي هو مش هيبقى اوف سايد. بس دي عايزه حد من نص الملعب أي. اكيد مش جانج، لكن يبقى كان اقرب ليها عمرو السوليه، وكان كابتن شريف كان بيتكلم فيها. انما لما اتعملت صح المساحه اتوجدت صح، عمرو السوليه يمكن من مراته القليله قوي ان يلاقي التايم اللي هو يقدر يلعب. بص اهي اقف هنا اقف هنا شكرا آه. بص يا ايمن، عمري ما شفت لعيبه الزمالك ضد النادي الاهلي بيلعبوا بالشكل ده مزبوط. وده على فكره الشوط الثاني مش الاول. انا اتكلمت فيه انا وفهمني يعني الشوط الثاني يعني مزبوط. بص الضغط فين اللي هو الشناوي، انا ما عنديش حل صح. يعني ده كلام بيبقى كلام مدربين زي اللي حصل بين الشوطين من لعيبه النادي الاهلي، كلام مستر موسيماني ازاي تستغل الدفاع متقدم. هي اصل هي المباراه كل مدير فني بيحاول يفرض اراءه وتفكيره على المدرب الاخر مزبوط. وهي على فكره من المباريات اللي الاثنين مدربين لعبوها حلو قوي صح. يعني سيبك من الفنيات وسيبك من حلاوه المباراه، لكن جوه المباراه ايمن الاثنين مدربين بيلعبوا بعض كويس قوي قوي كمان. يعني هنا بص دايما تلاقي لعيبه الزمالك عند كوره زحمه، يعني المساحات مش موجوده. لكن هرجع للهدف، الهدف بقول لك استلام عمرو السوليه لا من الوقت القليل قوي لا المكان ولا عنده وقت كويس قوي، انطلاقه صلاح محسن، وصلاح محسن من اللعيبه اللي عندها سرعه حركه مش طبيعيه بالكره من غير هي دي. بص خليها هنا شويه خليها هنا شويه صح. هنا تمركز دفاع غلط في حتتين، عمرو السوليه استلم كويس، سيبك من وضع محمود علي هو المغطي مظبوط، تاخر حازم امام في اللي يبقى موجود هنا، يعني بص ناحيه اليمين مفيش حد خالص مبدئيا 2-2 دفاعيا غلط خطر. بس مزبوط. محمود الونش طلع سنه من غير ما في تفاهم بينهم هما الاثنين، عشان هو محمود طلع ليه؟ عشان يطلع محمد شريف صح. لكن ما عملوش حساب صلاح محسن، صلاح مزبوط. محسن هو اللي في مكاني، صلاح محسن لو جبت بدايه الجري يا ايمن اعتقد ان هو ما بصوش اصلا يا كابتن، بيبصوا للكوره بس كويس ماشي، لان المفترض اللي في المكان ده اللي هو متعلم يبقى موجود فيه أي. حازم امام أي. هنا ده المربع ده أي. لازم برافو عليك متشكرين يا سامر، بس ده كابتن علاء برضه يعني انا معاك في دي، بس مش طبيعي برضه الاثنين الفرادة بتوعهم يبقى جنب بعض كده على فكره. لا ما هو ان اللعبه دي صلاح محسن ما كانش كده، لا صلاح محسن لو جبته هتلاقيه من على الارض، هو برضه شريف كان كده برضه شويه كابتن، كان مقرب منه شويه. بص طب بص اتجاه شريف فين، عايز الكره فين يا ايمن؟ في القلب بس القلب مظبوط، عايزها في القلب فين؟ في اللي ورا الونش هي اتلعبت يعني عمرو ممكن يكون قصدها هنا عند صلاح محسن، اتلعبت في المكان اللي صلاح رايح فيه صح. بس صلاح ما كانش هنا من بدايه الكوره، كان على الخط عشان كده بقول لك الدفاع المتقدم ده وفي بيبقى في على فكره الاثنين مش اوف سايد على تصدق؟ لا لا الاثنين مش اوف سايد، لا 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 مش اوف سايد، انا بقول لك محمود علاء مغطي الاثنين.